السلام عليكم متابعي قناة لحظة. اليوم سوف نتعرف على قصة هتلر. هتلر هو واحد الشخصية اللي أثرت في العالم، اللي خلت واحد الدمار في العالم، اللي واحد الدمار شامل في العالم، اللي هو الحرب العالمية الثانية، اللي تسبت في مقتل وجرح ما يزيد عن 50 مليون إنسان. الاسم ديالو الكامل أدولف هتلر. هذا أدولف هتلر تزاد في دولة النمسا في 1890، وكبر تما، وملي وصل 14 عام تعرض لواحد الأزمة اللي هي أثرت في الحياة ديالو، اللي كما نقولو حنا بالدارجة المغربية فورماطات على الأقل، اللي هي الوفاة ديال الوالدة ديالو. كان كيبغي الوالدة ديالو بزاف، والوالدة ديالو توفات وهو عنده 14 عام. داكشي أثر فيه وفورماطا على الأقل ديالو، فورماطا مبقاش كيحس بنادم، يعني مبقاش كيشعر، يعني مبقاش عنده ذرة ديال الإنسانية. داكشي أثر فيه. وكاين واحد الصدمة أخرى من بعد 3 سنين من داكشي، ملي مات الوالدة ديالو، توفى عاود ثاني الوالد ديالو عاود، وبقى يتيم الأب ويتيم الأم. وكان كيطمح يولي رسام، كان ديما مهتم بالرسم وبالتاريخ والجغرافيا، ديما يقرا التاريخ والجغرافيا، ومن يكون عنده شي وقيته هكا اللي ما يدير فيها والو كيرسم، فنان يعني، بغى يولي فنان. ملي وصل الباك وما داش الباك، قرا الباك وما داش، مشى لواحد التخصص ديال الفنون باش يدخل عندهم باش يقبلوه، ولكن ما قبلوش. راك عارف داك دابا حنايا كنعرفو بلي خصك تكون عندك المعارف باش تقبل في شي حاجه، يعني اي وظيفه مشيت لها خصك تكون باك صاحبي باش تدخل. هو كان يتيم الام ويتيم الاب، لا حنين لا رحيم. مشى لديك ديك دار الفنان كما كنقولوا لها حنا في الدارجه المغربيه دار الفنان، ما قبلوش، رفضوه. ملي رفضوه زادت هذه الازمه الثالثه اللي اثرت في الحياه ديالهم، ثلاثه الازمات دابا. والازمه الرابعه هي ملي دفع للجيش، دفع للجيش النمساوي باش يخدم في النمسا في الجيش، هما رفضوه. عاد كانت البنيه ديالو ضعيفه، كان شويه ضعيف، وحتى داكشي اللي تعرض لهم، الصدمات اللي تعرض لهم اثروا فيه وصابوا بالاكتئاب، يعني كان الجسم ديالو ناحف وما قبلوش في الجيش. سمو دار غادر للنمسا، مشى لالمانيا، مشى لالمانيا دفع للجيش، تطوع للخدمه العسكريه وقبلوه. ملي قبلوه ما عطاوش يعني تيلي بالبرطاس وكذا، حيت كان ضعيف وكذا، عطاو غير وصل الرسائل، يعني كما نقولوا حنايا بالدارجه المغربيه شكام، بقى كيوصل يضلق، بقى كيوصل الرسائل وكيجي. في 1914 ملي بدات الحرب وكان كيدير رسائل، تصاب بواحد الجرح في الحرب وعطاوه وسام. ومن بعد عاود بواحد العامين في 1916، يعني في منتصف ديال الحرب العالميه الاولى، تصاب بواحد الجرح اخر وعطاوه وسام كبر من هذاك اللي عطاوه في الاول. وملي سالت الحرب في 1918، كانت الدول، كانت المانيا خسرت في الحرب، والدول المجاوره اللي كانت المانيا دايره معاهم الحرب، يعني فرضوا على المانيا واحد العقوبات اللي هي تتخلص ضريبه ماليه، وانها ما تقدرش، ما خصهاش تفوت 100,000 جندي. المهم فرضوا عليها بزاف ديال الحوايج اللي خصها دير، بزاف الصوالح. هذا الشيء ما عجبش هتلر، وتطوع باش يخدم في الحزب النازي. دخل الحزب النازي ودار انقلاب في الحزب النازي، ولا هو الرئيس ديال الحزب النازي. ملي ولا الرئيس ديال الحزب النازي ما عجباتوش داك الشيء، وبقى يطمع انه يولي شي حاجه كبيره، يعني شي سلطه كبيره اللي يدافع عن الدوله الالمانيه، يعني بغى يولي كما نقولوا زعيم ديال الدوله الالمانيه، وبغى يدير انقلاب. ملي كان رئيس ديال الحزب النازي بغى يدير انقلاب على الحكومه، بغى يولي هو الرئيس ديال المانيا، نقولوا الزعيم عفوا. ملي بغى يولي الزعيم ديال المانيا شدوه، داروا له لصقوا له التهمه ديال الانقلاب، بغى ينقلب يدير انقلاب، لصقوا له التهمه ديال الانقلاب ودخلوا للحبس بعامين، تهمه عامين. ملي دخل الحبس تعامل معهم بلطف وكذا، يعني دار براسو مسكين وخاطيه وكذا، وما يديرش لامباشات، هو النار تحت من كما كنقولوا حنايا. المهم خفضوها له 9 شهور. ملي خفضوها له 9 شهور، كمل ديك 9 شهور لداخل الحبس. ديك 9 شهور ما مشاتش هباء منثورا. شوف الفكر ديالو، سمو كتب كتاب، الف كتاب، وذاك الكتاب سماه كفاحي، وحكى فيه التفاصيل ديالو ملي زاد في 1890 حتى ديك الوقيته ديال الحبس والانقلاب في 1924، يعني ملي كان محبوس في 1924، نسيت ما قلتلكمش هذا التاريخ هذا، هو تحبس في 1924، وكانت الحرب سالات في 1918، يعني 6 سنين بعد الحرب شدوه بتهمة الانقلاب. وملي في ذاك 9 شهور ديال الحبس الف في هذاك الكتاب، ملي خرج
دا داك الكتاب واحد صاحبه، داك صاحبه داك ناشر، داك صاحبه ناشر كاين شرايين فهمتو، عطاه داك الكتاب ودار له نسخ وتنشر داك الكتاب. في هذه الفتره هذه كانت المانيا داخله في واحد المجاعه، الشعب الالماني كان داخل في واحد المجاعه كبيره. علاش؟ لان العقوبات اللي فرضتها الدول العالم على المانيا بسبب الحرب، ان هذيك العقوبات الماليه ان ما استطاعتش انها المانيا توفر داك المبلغ هذاك، والشعب دخل في واحد المجاعه كبيره، وهذا الشيء قرب هتلر. يعني نقولوا حنا نيرفاب، الدارجه المغربيه نيرفاب هذا الشيء هتلر، ومشى دار دخل في الانتخابات، يعني الانتخابات الشرعيه باش يولي زعيم ديال المانيا، وغي ولا زعيم ديال المانيا، دا انتخابات ولا زعيم. صح كما كنعرفوا حنايا هتلر انه كان كيكره اليهود، انه اليهود انه كان بغي يصفيهم العالم كامل، انه ما كانش بغي يخلي يهودي فوق الارض، انه بدا داك الشيء، انه بدا فيه. ولكن ما بدات الحرب العالميه الجايه وجا صافي تنسى داك الشيء وما كملش. وكان باغي كان كيقول غير نسالي من اليهود انني نبدي في المثليين، ومور المثليين غادي نبدي في الشيوخ، الشيوخ مور الناس الكبار في السن، بغي يخلي المانيا غير الشباب، يعني غير لي جون، يعني غير اللي صحيح وكذا، يعني قد الحرب. ولكن الحرب زمتاتو بدا قبل، يعني صافي قال حنا غادي نخليهم من بعد. ديك هي صافي ملي انتحى في 1945 صافي بقاو المثليين، بقاو يعني كان باغي يصفي المانيا، ما يخليش فيها يهودي يدور تما، وما باغيش يخلي فيها حتى مثلي يدور تما، باغي يخلي غير الشباب، غير لي جون، غير لي عينيه زورك ولا لي شعرو زعر، هادشي اللي كان باغي يخلي. بدا يوجد الحرب وانسحب من المعاهده ديال برلين، واحد المعاهده اللي هي دوليه، انسحب منها، يعني بغى يغدر كما نقولوا حنايا غدا. صافي انسحب من ديك المعاهده، وجد كل شيء، الجيوش ديالو، وجد الاسلحه، وجد كل شيء داك الشيء. وفي 1939 اعلن الحرب، صافي بدات الحرب. كانوا بزاف الدول اللي كانت داخله في الحرب، منها النمسا، منها فرنسا، منها الولايات المتحده الامريكيه، منها اليابان، هذا الشيء كل شيء كان داخل في الحرب العالميه الثانيه. واستمرت الحرب العالميه الثانيه 6 سنين، يعني من 1939 حتى 1945. وفي 1945 ملي تغلب هتلر في الحرب، يعني ملي تغلب وكذا، يعني كره، قال صافي داك الشيء اللي فوتو في الاول ديال في الحرب التاليه ديال الحرب العالميه الاولى غادي يفوتوا علينا دابا بالضعف، هذيك الوقت خلصوا داك الشيء، داك الاضرار وداك الشيء كلشي غادي يخلصوا بالضعف. مقرر هتلر قرر انه ينتحر ويتهنى من هذا الشيء كامل، وهذه هي الحياه ديال هتلر. تزاد في 1890 وتوفى انتحر في 1945، يعني عاش ديك الجوه ديال 55 عام. وكاين فرضيات كتقول بانه خرج من المانيا مشى لدوله اخرى، وكاين فرضيه اخرى كتقول انه قتلوه ماشي انتحر، وهذه هي الفرضيات. المهم كاين ثلاثه الفرضيات، ولكن اغلب الظن انه مات. وفي الاخير كنتمنى ان يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش انكم تدعمونا بلايك وانكم تشتركوا في القناه. حنا كنديروا واحد المجهود كبير باش كنوفروا هذه المعلومات هذه، وهذا التصاور اللي كتشوفوا في الفيديو، هذا التصاور اللي كيفوتوا قدام الفيديو، هذوك حنا كنتحدوا عليهم في جوجل وكنجبدوهم وكنجيبوهم من مصادر موثوقه. كنخسروا بزاف ديال الوقت باش كنوفروا هذه المعلومات هذه، باش كنصاوبوا فيديو في 5 دقائق ولا 6 دقائق، حنا كنضيعوا عليه نص النهار حنا كنصايبوا. داك الشيء علاش كنطلبوا منكم انكم تدعمونا بلايك، ما تخسر والو غير جي متكي عليها، وابوني لتحت تكي على الجرس، ايوا نشوفكم في حلقه جديده. كان معكم اسماعيل الطالب. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.